مشاهدينا، احنا موجودين دلوقتي في المسرح الروماني في المنطقة الخضراء وفعاليات قمة المناخ. المسرح الروماني ده بيضم منصة لمنتدى شباب العالم. الحقيقة المنصة دي ضمت فعاليات كثيرة جدا وندوات كثيرة جدا توعوية لها علاقة بالمناخ او غير المناخ، موضوعات كثيرة جدا مرتبطة بالمناخ او البيئة بشكل عام. وراء المنصة دي جنود مجهولة من بعض الشباب المتطوعة لتنظيم المؤتمر، واحنا دلوقتي لينا لقاء مع احد الشباب المتطوعين وهو المهندس محمود سالم احد اعضاء اللجنة المنظمة لكوب 27. برحب بك. بنشكر حضرتك على المقدمة الجميلة دي، وانتوا منورينا في المسرح الروماني بالمنطقة الخضراء على هامش فعاليات مؤتمر المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ. طيب السؤال اللي هبتدي بيه، انتوا حضرتم للمنصة دي ازاي؟ يعني موضوع التحضير ده، لا، على مدار الاسابيع الماضيه كان في شغل كتير مبذول، في فترات ما كناش بننام فيها بنطبق عشان نقدر ان احنا نطلع بصوره مشابهه تمثل مصر. احنا بدانا المنصه الخاصه بمنتدى شباب العالم خلال الفتره من 8 نوفمبر حتى 17 نوفمبر بواقع من 3 الى 5 جلسات بصفه يوميه بإجمالي عدد 42 ساعة عمل. كان عندنا مشاركة كبيرة من عدد من الشباب المصريين ومختلف الجنسيات من دول العالم. بالنسبة لنا قدرنا ان احنا يعني يكون في إمكانية ان احنا نخلي المنظمات الدولية تكون لها تواجد معنا خلال فعاليات المنصة. لو اتكلمنا هنلاقي عندنا مثلا منظمة الصحة العالمية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة، هيئة إنقاذ الطفولة، كان عندنا ايضا تواجد لمنظمه العمل الدوليه والبرنامج الغذاء العالمي، كان في جزء ايضا للمركز المصري للدراسات الاستراتيجيه. بالنسبه لنا كان هدفنا ان احنا نحاول بقدر الامكان ان احنا يكون في موضوعات مختلفه خلال الجلسات النقاشيه. وحددتوا الاجنده؟ حددنا الاجنده اللي هي بقى. طيب هي الاجنده عندنا كان هدفنا الاول، عشان الناس زي ما حضرتك عارفه احنا هنا في منطقه الجرين زون وفي منطقه البلو زون، طيب الناس هتحضر هنا ولا هتحضر هنا؟ لا، يبقى كان لازم يبقى في توافق ان احنا يكون تنسيق، تنسيق توافق ان احنا في خلال الاطار العام ل المنظمه الخاصه ب قمه المناخ يكون احنا بالنسبه لنا في اطار عام ماشيين عليه مع اجنده قمه المناخ. كان بالنسبة لنا بدأنا ان احنا نحدد الموضوعات مختلفة، طبعا كان في تركيز على الموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية، اتكلمنا على الطاقة النظيفة، اتكلمنا على بعض الموضوعات الخاصة بالجرين بيندنج، اتكلمنا على موضوعات إعادة تدوير المخلفات. والحقيقة الحكومة والدولة أولت اهتمام كبير خلال الفترة الماضية لتبني تلك الموضوعات لما فيها أثر إيجابي كبير على التخلص من المخلفات. كان في جزء آخر خاص بتأثير التغيرات المناخية على الصحة النفسية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. بالنسبة بقى لدور اللجنة المنظمة إيه باش مهندس؟ احنا زي ما قلنا لحضرتك ان احنا كان الفترات اللي فاتت كان في فترات كبيره كان في تركيز ان احنا نحاول تطلع منصه منتدى شباب العالم على افضل صوره، فكان تركيزنا بالجزء الخاص باعداد المحتوى الخاص بالجلسات والموضوعات النقاشيه، وتم عمل ورش عمل مختلفه. لا، سؤالي مش على المحتوى، احنا اتكلمنا على المحتوى. تمام. انا بتكلم على خلاص حددتوا المحتوى، بقى دوركم بقى في التنظيم ايه؟ ما انا هو في جزء خاص بالاعمال اللوجستيه وجزء خاص عندنا من بعد ما عملنا اعداد للمحتوى تنظيم بقى الجلسات بالتعاون مع منظمات الدولية. مش بس كمان الموضوع تنظيم الجلسات أو المنظمات الدولية أو الشباب اللي هم هيجوا يتكلموا مختلف الجنسيات، لا، كان عندنا أن احنا كمان عايزين نختار متحدثين من دول مختلفة مش بس من مصر عشان نقدر يبقى فيه تبادل للخبرات ونقل التجارب العلمية على مستوى العالم. الجزء الثاني بالنسبة لنا احنا كان فيه كمان محاولة بالنسبة لنا أن احنا نطلع دايما بافضل صوره مشرفه اللي نقدر نمثل بيها مصر على جميع المستويات القادمه ان شاء الله.
ده بالنسبة للمتحدثين وبالنسبة للضيوف كمان. بالنسبة للمتحدثين وبالنسبة للضيوف. وكنا بنتيح الفرصة كمان لو حد من الضيوف حابب ان هو يعمل اي مداخلة مع اي حد من المتحدثين. وكان عندنا اللغة الانجليزية طبعا هي اللغة اللي كانت سايدة على منتهى شباب العالم منصة. وكان لو في اي حد عنده مداخلة ولا اي حاجة كان بيتاح له الفرصة. وبنقدر ان احنا نعمل اجتماعات بصفة يومية عشان نقدر ان احنا نوصل لأفضل صورة ممكنة. لو في مثلا أي حاجة بنقدر إن احنا نعمل سكيب اليوم التاني, عندنا حد اعتذر من أي منظمة لأي ظروف لارتباطه بمنطقة البلوزون, بنقدر إن احنا ننسق مع بقية فريق العمل. بشكرك جدا باشمهندس محمود وعلى المجهود الجميل الرائع اللي احنا تابعناه طوال فعاليات مؤتمر قمة المحيط. يا فندم شرفنا بيكم جدا ونورتونا قناة الحياة. شكرا. شكرا يا فندم.